مواقع على القوات المحجورة وأبراج مراقبة. أبراج مراقبة؟ كان إيفري أكثر المطلوبين في العالم، ولهذا من كان يخفي شيئا هنا فإنه يحتاج لحماية. وأحد الأبراج على البركان مباشرة. مع كنز إيفري. نعمل هذا. أرى بعض الأطلال أمامنا. انتظر، سألقي نظرة. فيكتور، ألا تزال كثير السفر في هذه الأيام؟ أنا أحاول، أفضل المهام التي تقلني عنها. كنت أخبر نيتان كم تغيرت الأمور بعد تحول الكثير من الأعمال إلى الإنترنت. هناك خيارات كثيرة للتخلص من البضائع المشبوهة الآن. بالتأكيد، لكني أفضل الحديث إلى العملاء وجها لوجه لأتعرف عليهم أكثر. يصعب القيام بذلك بفضل المحادثة مع شخص يدعى خبير الصحف 37. أجل أرى ذلك. لا يوجد الكثير هنا. حسنا، لا شيء يستحق العناء، لنواصل التحرك. مع حظنا، ما هي احتمالات ثوران هذا البركان علينا؟ صفر، إنه منطفئ. هذا أول شيء بحثت عنه عندما قلنا إننا سنذهب إلى بركان مكان استئجار أرخص السيارة دفع مباعين. مهلا صالي، أتعني أنك قمت ببعض البحث حقا؟ قد تكون العالم بخفايا الأمور في كل مرة. ذلك الجسر هو ما ندعوه متهالك. يبدو هذا واعي. هيا هيا عجل. هيا 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 هيا. نجح. يا فتى، حاول ألا تسقطنا. لا تسرع، تحرك في المنتصف. توجيهات كثيرة من المقطع الخلفي. سوف نغلق. نحن بخير، كل على ما يرام. يا للعنة. الأمام والأعلى. لن نصل إلى أي مكان. يجب ألا نتعطل هنا. أحتاج للكذب. طريق منظلق. ها نحن ذا. إلهي، عمودي الفقري.
أطار إطارات. هناك من مر من هنا. انظر هناك على التل، هناك برج أو ما شابه. هذا جيد. أي فيكتور، لما كنت تتجادل مع مسؤول تأجير السيارة؟ لقد أصر أخوك على سيارة دفع رباعي برافعة. إذن رعيت أن تصل على سيارة برافعة ولم تفكر في سيارة بعاد. إنها مهمة، إن خرجنا على طريق الوعد قد تمطر وتروح للأرض. أراهن ستنتهي هذه العملية ولن نستخدمك. تمهل يا فتى. نعم. إذن يا نيتان، تعتقد أن أفري وتيو مع آخرين من كبار القراصنة جمعوا كنوزهم وخرجوا؟ لماذا بالضبط؟ من يدري، ربما للحماية. السلطات البريطانية ضيقت الخناق عليها. بالتأكيد ربما ساعدهم على الاختباء، يعني واضح أنه كان يحب إخفاء الأشياء. نذهب ونفحص البرج. سأذهب معك. إنه في حالة جيدة بالنسبة لعمره. بالتأكيد أطلال من حقبة إيفري. سام، انظر. هذا رمز كريستوفر كوندنت، قبطان فايري دراغون، بدأ من مدغشقر في عهد إيفري. إذن ربما كان إيفري يجند قباطنة القراصنة، لماذا ليكون حراسة؟ هذا غير معقول. كلا، ليس كذلك. ربما كان كل قبطان مسؤولا عن برج مع توفير الرجال لحراسته. مهما يكون الأمر، هذه بالتأكيد ليست المحطة الأخيرة في رحلتنا. القشور ممزقة. كان هناك شيء مربوط حول الشجرة. هل كنت تعرف أن سيارتنا بها رفاعة؟ لا حقا، ما كنا أعرف. لا أعرف. هكذا، هذا سيكفي. هذا ممتع. منحدر أكثر مما يبدو. جاهزين؟ نحاول. هيا بنا. أمان. أمان. أرأيت يا صالي، الرافعة تستحق ثمنها. اشتذنا تلا، لكنه لم يكن مجانيا. ليس معك، إنها انتصارات صغيرة. سأحتفل بالانتصارات. تمتع أيها السيدان. واو، هذا مذهل. تخيلا،
لو جاء أحدهم إلى هنا وهو قرصان فارع بعيدا عن الحكومة القمعية. القراصنة المحمودون المساكين لن يرغبوا سوى في القتل والنهب في سلام. لا لا، أرادوا الحياة كأحرار. إن اخترت مكانا لتهرب إليه من المجتمع فهناك أماكن أسوأ منها. الوصول للبركان يستغرق وقتا طويلا. الصبر يا ذيك. هل تعرف كيف وصل هؤلاء القراصنة إلى هنا؟ بدأوا في إنجلترا وأبحروا للبرازيل ثم قطعوا الأطلنطية لجنوب أفريقيا. سام، وفعلوا كل ذلك بالخرائط والرسوم البيانية وبالنظر إلى النجوم. أي حارة لبحار سامر. ما أقصده أن الأمر سهل لنا. حقا، ومع ذلك يستغرق وقتا طويلا. انظر إلى ذلك. توقف توقف. أراهم. ماذا نواجه؟ جنودا يتحركون في المكان. رجالنا دين؟ أجل. اللعنة عليهم. يبدو أنهم وجدوا موقع مستعمرة. لكنه الموقع الخطأ. هذا الخبر الجيد. وهذا يعني أن هناك خبرا سيئا. الطريق الوحيد للبركان عبرهم. تباً، علينا أن نهاجمهم. ما الخطة يا نيثم؟ اتبعني فحسب. وجدتهم. حسنا، آن الأوان. اللعنة، ريف ونادين لديهما عدد كبير من الرجال هنا، قد يعثرون على الكنز بالمصادفة. Yeah.
القراصنة بالبنية التحتية. كيف نبتعد عن هنا؟ الرافعة ثانية يا صالح، مفيدة جدا. لم أرفض الرافعة، رفضت أن نتعرض للسرقة. استدر. صالح، ما مدى معرفتك بنادين؟ لماذا؟ كنت أفكر ربما يمكنك الاتصال بها وتقنعها بأن تبعد رجالها. نعم صحيح، لنعدها بأكبر مما وعدها به. هذه ليست طريقتها، إنها مرتزقة ممن يحصلون على الأموال أولا. انظر شورلاين، إنهم يهاجمون بكل ما لديهم ويقتربون بشدة من البركان. كنت أفكر في نفس الأمر، ماذا لو عثروا على الكنز بالفعل؟ انظر إنهم يفتشون المكان، لو كانوا عثروا عليه لا كفوا عن البحث. نعم أنت محق. سام، لو تسمح لي بالسؤال، كيف قضيت الوقت في السرقة؟ في القراءة في الغالب كان هناك أحد الحراس، أعتقد أنه تعامل معي كعمل خيري، كان يجلب لي الكتب من المكتب. ماذا كنت تقرأ؟ التاريخ وبشكل خاص كل شيء عن إيفري والقراصنة الآخرين على سبيل الاحتمال. مؤكد. بالإضافة إلى الكتب، التمارين الرياضية، التدخين، محاولة تجنب صراعات العصابات. أفكر كثيرا، هذا كل شيء. سام، طالما لديك حارس يخدمك فلماذا لم تجعله يخبرنا بأمرك؟ لقد حاولت، طلبت إرسال خطاب إلى صندوق بريد لن يصلني. هذا لأن مدير السجن رآه، تعرضت لعقاب شديد لما رأى ذلك الحارس ثانية. لكن حصلت على حماية خاصة عندما وضعني مدير السجن في زنزانة عكازا. لم يتم الأمر كما توقع. لقد تذكرت شيئا، في الحقيقة لقد تعاملت مع الكازار منذ عدة عقود حتى قبل أن أقابلكما. حقا؟ وكيف لا تزال حيا؟ لم يكن بنفع. واو، يبدو أن شورلاين قد وجد شيئا. ببطء. لك هذا. حسناً، هل نكمل من حيث توقفنا؟ نعم، إذن لم يكن بنفس سطوته حالياً، كان لا يزال يشق طريقه في عالم الجن. المزيد من قوة شورلاين. التقط صورة فيه. دعني وشأني، هذا طلب من ريف، يجب توثيق كل موقع. أنا أراهم. هذا. نحن في أمان. ما ضرب في الدم؟
ماذا كنت تقول؟ نعم صحيح. إذن كان لا يزال يشق طريقه في عالم المجرمين. لقد قمت بتهريب بعض المطبوعات الخشبية من اليابان وبعتها لزعيمي، كان محبا للتاريخ. كيف كان؟ معسول اللسان ولكن متحفز كما لو كان سينفجر عند أقل استفزاز. لم يتغير كثيرا، رحم علي. أخذت نصيبي وابتعدت عن ذلك الأمر. إذن دخل قرصان إلى حال عظيم. ها نحن نبدأ. ولديه عجلة قيادة تخرج من حجر. حسنا. فيقول له الساقي: يا رجل، ما أمر العجل؟ فيرد عليه القرصان: إنها تقودني للجنون. أحب ذلك. لا تدعني أتركك وحيدا هنا. عود أبا. انظر إلى هذا. ما هذا؟ رائع. اللعنة، يمكن رؤية خليج الملك بالكامل من هنا. انظر، ها هي المدينة وها هو وادي النهر. انظر إلى هذا، منظر بديع. أشعر دائما وكأنني سأجد نفسي في السجن الانفرادي، وكأن الأمر كله حلم. سام، لا إحساس بالذنب. أنا فلنذهب ونعثر على هذا الشيء. بالتأكيد. انظر، هناك برج آخر فوق التل. هل هناك أحد من شورلاي؟ لا أعرف. أننا وصلنا هنا أولا. فلنفحص المكان ونواصل التحرك. جسر متحرك كالعصور الوسطى. ينشر أحدهم جسرا متحركا لأن كان يريد إبقاء الناس بعيدا، أو يريد حماية شيء من الداخل. حسنا، كن حذرا يا فتى. سأعثر على شيء آخر. اسمع، يوجد برج ضخم بعد الجسر المتحرك، الأضخم حتى الآن. بينجو. سام، أنت بخير يا فتى؟ أنا بخير. أنت بخير؟
نعم. أيمكنك؟ أراك بعد قليل. سأقرب السيارة. اهدأ أنتما الاثنان، سأفعل هذا. هناك اختراع تدوير الواحد فقط. استمر في عملك الناجح يا فتى. المزيد من شورلاين. حسنا الآن بننزل الجسر. Yeah.
المعذرة. Thank you.
عذرا. Huh?